اهلا وسهلا اخواتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ الميمات الوليدات، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحيحتكم لاباس ان شاء الله يا ربي. المهم جيت ندوز معكم الغديوه ديال نهار الجمعه، واخا سمحوا لي ما تحطيتهاش في الوقت ديالها، المهم غتحط لكم حتى السبت. المهم هنايا تنقول لكم جمعه مباركه، واخا داز الوقت جمعه مباركه، الصحه والسلامه والهنا وزياده الرزق يا ربي، وطول العمر وراحه البال اخوتي وخواتاتي، والميمات حتى هما راكم عزازين وغاليين وفي القلب. المهم هنايا نبداو لا فيديو ديالنا كما العاده بصلاتنا على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتي وخواتاتي. المهم هنايا راني درت في الكوكوط صغيره، باغي ندير الكسكس وتضاه مغربيه، بدا تخلى دار من الكسكس نهار الجمعه. هنايا في الكوكوط الصغيره صراحه ما شاركتش معكم من الاول، والله الا ما تبا صافي ما كنتش غادي نصور، ولكن نتوما عزاز وغاليين باش تعرفوا راسكم راكم غاليين، والله ما تبغى نخزن عليكم حتى شي حاجه، تعودت نشارك معكم اي حاجه. المهم في الكوكوط الصغيره سديت على عشق شكالبة او تقالية كلها باش تسميها، المهم عندي تقالية ديال البكري وعندي الحمر راس مخلطين، سديت عليهم في الكوكوط صغيرة حتى خفتهم من البرما ما يطلبوش ليا بكري ونبقى معطلة، صافي سديت عليهم في الكوكوط صغيرة. وهنايا في البرما صراحة درت العطرية تا هي كيما درت في الكوكوط، بصلة مطيشة بزار سكنجبير خرقوم واحد الطامة ديال الزعفران واحد الضويمة ديال السمن، وحتى في البرما هكا شلطت على تيا البصلة ومطيشة، ومازال غدا نزيد نطحن المطيشة والقرعة والبصلة، هاديك هي الطريقة ديال السر باش تيجي الكسكسو ديالكم والمرقة ديال الكسكسو تتجي خاطرة وزوينة البنات. المهم تبارك الله عيالات كاع حاضرين، المهم تنشارك معكم الغديوة ديال نهار الجمعة. المهم هنايا رميت كاع الخضيرة ديالي، هادي لفت الصفار لفت الأبيض الموفي اللي تعجبني، نخلط الخضاري سبع خضاري وربي كبير، إيوا لي شو لفت خيزو والفول وقرعة كورجيت وقرعة الطيلية، كيما شتو البنات ديك الزريعة راه كانت عندي قرعة وحيدت لها ديك الزريعة تنقليها البنات راه تجي زوينة، زائد ورا مزيانة المعدة مزيانة المصارى أصلا زوينة ديك الزريعة ديال القرعة الطيلية. إيوا شديتها درتها في ديك نقيتها ودرتها في ديك الشبيكة ودرتها تنشف زعما صافي. هنايا راه كسكاس السميدة شوية الملح والزيت، وراه كيما تعرفوا تبارك الله. المهم الغديوة ديالنا الجمعة كيما تقولوا تنسرقوا لقطة لقطة وصافي. هنايا عندي واحد شوية دجاج تاهو كديرها في التلاجة، بيتو مرطب يعني مرقد، رقدتو بالهريسة بالملحة الحامض، درت معاه الخل السكنجبير لا موطار كيما شفتو راه فنيتي بها ليك، درت لي لا موطار وبيتو في ديك الترقيدة، ودابا دزت حايت ودرتو في الميكات. إيوا صافي وحايت هادوك الطروفة ديال السدرانة دائما تنحيدهم، نعزلهم بحال كوب بوحديتهم، عزلتهم درتهم في ميكات بوحديتهم وخليتهم، لقيت بحال كنت تبغي دير طاكوس تنبغي ندير بحال كوب الحريرة رغيفات بحال كوب تنجبدهم تيجوني ساهلين. وهنا دوك المويعنات صراحة غاسل المويعن غير المويعن اللي قديت بيهم دابا باش رديت الغدا، المهم غسلتهم تا هما كيما تتقولوا ما حدنا واقفين وحنا تندوزو قدامنا. ايوا صافي غسلت دوك المويعنات وحكيت داك لافافو، ايوا واحد راه المهم تنخطفو ليكم على لقطة لقطة وصافي، اما الا جيت نحط كلشي راه غادي ما غيبقاش فيديو، غيولي مسلسل طويل غيولي فيلم، داكشي علاش نحاول ناخذ لكم عير لقطه لقطه من الفيديو. المهم تنشارك معكم النهار ديالنا كيف ما هو، هما العيالات تبارك الله كلهم حادقات اختي، كل وحده حادقه في دارها تبارك الله عليكم كاملين فين ما كنتو. تنقول خوتي المغاربه تحياتي لخوتي المغاربه داخل المغرب ولا خارج المغرب ومن جميع الدول العربيه كاملين، ومن طنجه حتى للقويره وجميع الدول العربيه. هنايا صدت هذيك التقالية وداك الحمر راس طابو راه ولاو تبارك الله زبده، هنا شديتهم قلبتهم على في البرمه، واحد البرمه كديرها فيها الخضيره كامله، وعاد درت قرعه كورجيت
والقرعه الطيريه والقرعه الحمراء كتخلطاهم، والقرعه الطيريه يعني موجوده في هذا الوقت، واخا تشدوها تغسلوها يعني وديروها في الفريغو راه تتبقى زوينه يعني ما تتخسر ما والو في الفريغو. وهنايا انا راه عاودت التفيره الثانيه والثالثه. المهم ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، داكشي علاش المهم ما قلت بلا ما نطول الفيديو. وهنايا دابا باش نسقيو، وهنا راه جا مولتر سميتها مهايا، ايوا قطعتها تبرد ودرت خليتها فوق البوطاجي هكا هي تبرد شويه. انا ما تعجبنيش نديرها في الثلاجه، تعجبني ناكلها طبيعيه. وهنايا راه دابا باش نسقي، المهم هنايا راه ولدي كان سقيت الولدي في الطاجين بوحديتو ما كانش، ايوا سكينا القصيريه ديالنا. شوفوا البليله البنات كما قلت لكم السر من الاسرار هي ديك مطيشه والقرعه، خاصه اللي سطو الطحن والقرعه الطيليه راه تجي المرقه خاتله البنات، تجي المرقه كما تشوفوها كما تجي البنة. ما نقولش لكم على انا تطحن في فلفله حاره ومطيشه والطيليه القرعه الطيليه وبصله، تجي البنات غزاله. وحتى السميده هكا تجي بنينه، تندير فيها واحد شويه ملي تنبغي نعاود التفويره الاخيره، تندير فيها واحد شويه البزار شويه سكينجبير وشويه الخرقوم وزويتها باللي تروحها. ايوا صافي وتن نكسكسها صافي وتنرمي التفويره الاخيره. ايوا هذه هي الغديوه ديالنا حتى دار مغربيه ما تتخطى اختي القصيريه ديال نهار الجمعه ضروري. وانا الصراحه عزيز عليا الكسكس، ما كرهتش ناكل كل نهار والله ما كذب عليكم، حيت المرقه الصراحه زعما تطلع في الراس. والايام الاخرى تبقى بعدا نهار الجمعه تنكونوا ضامنين اش غنديروا الغدا، اما الايام الاخرى ملي تنوضي تقولي اش غندير اش غندير اش غندير. ايوا الدير ديال سيدي ربي ونطلب سيدي ربي الصحه والسلامه وزياده الرزق. تنقول لكم مبروك عواشركم، عيد الاب وعيد الاضحى الابواب بالصحه والسلامه ولهنا وزياده الرزق وطول العمر ان شاء الله يا ربي وراحة البال. ايوا شي تنطلبو سيدي ربي، وتنقول لخوتي المغاربه شكرا للمشتركين ديالي داخل المغرب ولا خارج المغرب، وشكرا للمشتركين ديالي الجداد والقدام كلكم، شكرا لكم الله يحفظكم لي يحفظكم ليا يا احلى عائله وخوت وخواتات. وتحياتي لجميع المتبعين ديالي العزاز فين ما كنتو، وتحياتي ليكم وتنتمنى من الله الدعم ديالكم وكومنتات زوينه ديالكم. علاش لا، واللي باقي مشتركش انزل اشترك، فعل المربع الاحمر والجرس باش يوصلكم كل جديد ديال اختكم سعاد. وهنا كنت باغا نختم عليكم بواحد البريمه ديال الحريره، ولكن مع الاسف مشى ليا المقطع الاول والمقطع الثاني باش حطيتها في العشاء. المهم هادشي اللي كاين، المهم تبقاو مع الصوار وكملوا هاد الفيديو حتى الاخر وقبلوا على اختكم سعاد. هادشي اللي كاين ببساطه مع سعاد دائما، ومرحبا بكم مع قناتي وقناتكم يوميات سعاد وياسين. دائما دائما اخوتي البساطه مع سعاد، يعني اي حاجه بسيطه راني تنشاركها معكم، داكشي اللي قسم الله ونتمنى من الله ما تبخلوش عليا. وهادشي اللي كاين حبايبي، واللهم ادم نعمه وحفظنا من الزوال وتسمح لنا لتتشاها ولي تتوحم خيركم في ديوركم نتوما الجديده والموجوده. وهذا هو النهار البسيط ديالنا، وتنقول لكم هذه هي العشيوه ديالنا الحريره والتمر. المهم ما قداتنيش البرمه درتها في الكوكوط، وبالسلامه عليكم احبابي حتى الله فيديو جديد.